احنا دلوقتي هنروح نلعب مع حضرتك لعبة الحريفة، هنعرض شوية صور وهتعلق لنا على كل صورة. يلا صفة في نبتدي كل أول حد صورة. منهم. قول لنا كابتن حاجة عمرك ما هتنساها مثلا مع بيبو. الكابتن خطيب طبعا أسطورة يعني، أسطورة طبعا. من حظي الجميل أو الحظ الكويس إن أنا لعبت مع الكابتن الخطيب. طبعا لعبت معاه يعتبر وأنا صغير، وفضلت موجود معاه لحد 87 في ماتش الاعتزال بتاعه، كان نهائي الله. أفريقيا 87 وأنا كنت بلعب فيه في المباراة دي. كابتن خطيب كان بيفيدنا كتير جدا جدا، الجماهير كلها عارفاه سواء في مصر أو في أفريقيا، فوجوده في الملعب كان بيخلي اللعيبة يبقى بياخد نظرهم، فاحنا بنقدر يعني نمرح شويه في الملعب، نقدر نبقى موجودين في الملعب ونقدر نعمل حاجه. كابتن خطيب طبعا يعني كلام كتير يتقال عليه، انما بس لو برضو مش نلخصه في كلمة اسطوره. تصعبه. كابتن أسطورة خطيب اسطوره طبعا، وانا كنت صح. بستمتع طبعا، ويمكن الجون الباص اللي باصهولي في ماتش المرسى التونسي كان هو يبتدي التهديف وانا بنهي التهديف يعني. صح صح مظبوط.